الحين أنا في متحف العين الوطني اللي فيه ممكن تشوف جميع مراحل الحياة اللي مرت فيها أرض الإمارات، واللي يميز هذا المتحف أنه فيه معروضات تعود ل3000 سنة قبل الميلاد. خلونا نشوف شو فيه. ترتيب الآثار في متحف العين حسب الأقدمية، فيبدون بالعصر الأقدم اللي هو الحجري، ومن ثم البرونزي والحديدي والهلنستي، هذا اللي أول مرة أسمع به أصلا، وبعدين العصر الإسلامي. وكذلك في آثار اكتشفوها في مقابر هيلي ومقابر يبا الحفيد. والحلو في المتحف انه يرويك شرح تفصيلي لبعض المقابر الجماعيه في دوله الامارات، مثل هذه المقبره اللي هي مقبره ام النار اللي اهلها كانوا يندفنون دفن جماعي بالعشيره، وكانوا يؤمنون بالحياه بعد الممات فيندفنون هم واغراضهم في قبر مساحته 80 متر مربع. هذه الآثار من حضارة أم النار اللي يتوقعون العلماء والمنقبين أنها كانت موجودة مع الحضارة الفرعونية بسبب قوة البناء وتشابهها بين الحضارتين، تتشابه وايد مع حضارة دلمون في البحرين، فهل هذه من قوة التجارة بينهم ولا هم نفسهم اللي هني كانوا يعيشون هني؟ وأنا لاحظت أن في ميادير عندهم، ترى هالميادير من قبل الميلاد موجودة. هذه بعض الأحجار اللي كانوا ينقشون عليها ويزينوبها الجدران الخارجية لمقابر أم النار، وأنا حاولت أستنتج بعض الأشياء اللي عليها، فأشوف هني ريل أتوقع، بس شو مكتوب؟ مكتوب طلع صح، نحت بارز لرجل على الحجر، مو بس ريل، رجل كامل بس ما يبين. وهني ها حيوان المها وكذلك الجمل، وهذه أفعى، فيبالي سيلفي مع هذه المنقوشات الحجرية. والحين أنا في قسم الآثار الحديثة اللي تروينا معدات مثلا صنع السجاد والوزر، وكذلك بعض الأسلحة اللي كانوا يستخدمونها خلال 200 سنة اللي طافت، وطريقة حياة الأوليين، وحين بنشوف معاكم بعض معدات الحياة.
وهني تقدر تشوف مجموعة صور ترويك وتبين لك كيف كانوا يعيشون الأوليين، من جلسات شعبية ورقصات شعبية، وكذلك طريقة تحميل وتنزيل الحمولة من البواخر، وكيف كانوا يصلون عند قصر الحصن والطرق المؤدية إلى القصر. لين الحين أحلى شيء عجبني في المتحف هو علم الإمارات اللي وصل القمر، وكذلك معاه حجر من القمر هادينا الشعب الأمريكي إلى الشعب الإماراتي سنة 73. طبعا أنا طلعت تلفوني ليش؟ لأن هذا الشيء ما يتفوت، لازم أخذ لي سيلفي وياه. يا الربع صورة قريبة مع القمر. أول ما جيت المتحف لاحظت أن في قلعة في أرض المتحف، لكن قلت بخلص منه وعقب بيو بشوف هاي القلعة. الحين توني مخلص من المتحف فبشوف شو فيها وشو قلعتها هذه، بس قبل لا أدخل يبالي سيلفي مع الواجهة. طبعا هذه القلعة هي قلعة الشيخ سلطان بن زايد الأول، وأنا الحين في ساحتها اللي على يمينها ممكن تشوف غرف القلعة، وهذا المكان متحف العين وقلعة الشيخ سلطان مكان مناسب لتثقيف الأبناء عن موروث الأجداد.